كان عندهم نوايا مستقبلية بعد التحقيق طبعا من قبل فريق عمل متخصص ومعمق معهم، كان عندهم نوايا مستقبلية لاستهداف أماكن معينة أذكرها على سبيل المثال، مثلا استهداف دولتين جارة، واحدة من هذه الدول أعتقد يعني صار عندهم تنفيذ حسب الاعترافات فيها، ويخططون للتنفيذ في دولة جارة أخرى بأعمال مشابهة من هذا القبيل، وحرق محاصيل زراعية وحرق أسواق واستهداف، والغايات من هذا الموضوع هي واضحة لأبعاد تتبع منظمة البيكيكي المحظورة. الأهداف المستقبلية اللي كانوا يخططوا لها طبعا في كركوك مدينة البترول، كانوا يلقبون كركوك بمدينة البترول، استهداف الأسواق الشعبية، الفنادق، الشركات التجارية، جراجات السيارات، خطوط النقل، وأيضا أكو خط نفطي هو جيهان النفطي الرابط بين كركوك وأربيل ودهوك مع دولة تركيا كان من ضمن الأهداف. أيضا كانوا يخططون في حال كان أكو ضغط من الحكومة الاتحادية أو القوات المركزية عليهم استهداف أيضا يعني محال تجارية وأسواق في بغداد، يسمونها المدينة أكبر من الكبيرة، في مدينة الصدر والباب الشرقي والشورجة ومناطق أخرى. أيضا يخططون لاستهداف أماكن في أربيل منها أسواق شعبية، محاصيل زراعية، مناطق سياحية في شقلاوة، استهداف مصفى النفط، استهداف جراج سيارات، استهداف مول سيروان، استهداف كوتي سلام، واستهداف أحواض، واستهداف خطوط نقل الكهرباء في أربيل. أيضا عندهم في دهوك مجموعة أهداف مشابهة لهذا القبيل وفي زاخو.